شو فيصل، عندي انا اليوم اللي بشوف فيصل عندي ثقه بالله سبحانه وتعالى كبيره بقيادتنا الحكيمه اللي ما قصروا معانا. سنين عجاف مرت في غياهب الاسر، واليوم عاد الى حفر الباطن واحتفت محافظته بميادينها وشوارعها المتزينه بصوره بجانب فرحه اهله العامره. كان اختبار من الله سبحانه وتعالى على صبرنا وعلى نشوف محبتنا عند العموم، والحمد لله شفنا محبتنا، واشكر الله سبحانه وتعالى واشكر كل شخص سعى بخروجي وكل شخص سعى الوصول لي للبيت تطمن على حالتي، يعطيهم الف عافيه. كيف فرشه امي وابوي الله يرحمه. اتمنى وافتخر اني ارجع حد الجنوبي مع زملائي ادافع عن الدين والوطن، وهذه منية اتمناها مدام اني على قيد الحياة اني ارجع، اما اكون اما لا اكون. احنا فرحانين الان، لكن في امر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم والدي. والدي توفى قبل تقريبا شهر ونص من رجوع فيصل. والدتي الله يطول عمرها ويخليها صابرة ومحتسبة وموكلة أمرها لله سبحانه وتعالى وتدعي برجوع ولدها. دموع فرح وأحضان وأحاديث لهفة وشوق واطمئنان وفرحة أسرة انتظرت ابنها، وأصبح العيد عيدين. وزيرة هرميح، الإخبارية، حفر الباطن.